هاهوذا تونسي الأصل والمولد، اسمه أيمن عبد النور، عمره 24 سنة، مركزه مدافع محوري، أما بداياته الكروية فكانت في مسقط رأسه سوسة. البوندسليغا أول تجربته الاحترافية أوروبياً. مشيت الفردر بريمن في ألمانيا عمري 20 سنة، بعد مشيت النجم الأهلي الساحلي، عديت عام، بعد 2011 الفريق تولوز. أيمن يلعب حاليا لنادي تولوز الفرنسي، ومعه يقضي الموسم الثالث على التوالي، وبات اسما ذائع السيتي في لا ليغ 1. La première saison a été d'un très haut niveau, la deuxième a été un peu plus difficile parce qu'il était un peu plus attendu, parce qu'il devait confirmer. Et cette saison qui vient de commencer, il nous fait un très bon début. Je pense qu'il est en train de montrer et de s'affirmer comme un des meilleurs défenseurs centraux du championnat. إمكانياته وتفانيه في التدريب مكنت الدوري التونسي من أن يصبح واحدا من ركائز تولوز، ووجوده في الدفاع يمنح الثقة والطمأنينة لزملائه في الصد عن الشباك. On a énormément confiance en lui, donc c'est toujours agréable d'avoir un défenseur avec une sécurité pareille. Pour nous c'est un régal. هو ذاك إذن، لأن أيمن ومنذ موسمين هو مطلب كثير من الأندية العالمية الكبيرة، لكن ناديه تولوز لم يرضى بالتخلي عن عمدة دفاعه وصمام أمانه. Il a été observé, il est sûrement suivi, mais pour le moment il est sous contrat chez nous. Il sait qu'il a encore beaucoup de travail à faire. اجتماعيا لا يختلف اثنان في نادي تولوز في الإشادة بأخلاقه العالية وطيبته اللامتناهية وروح الفريق التي يتحلى بها. Je le trouve vraiment généreux aussi bien dans l'attitude sur le terrain qu'en dehors. C'est quelqu'un de vraiment très bien éduqué. C'est vraiment une personne super. وإن كان طموحه مع فريقه الفرنسي إنهاء الموسم الحالي في مركز جيد، فأمنيته الكبرى مساعدة منتخب بلاده في التأهل إلى المونديال المقبل في البرازيل، فهو يرى بأن حظوظ نسور قرطاج لا تزال قائمة أمام الكاميرون. حظوظ التأهل ديما 50% للمنتخب التونسي و 50% للمنتخب الكاميروني. المنتخب الكاميروني عتيد وقوي كما والمنتخب التونسي عنده طموحات باهية وكبيرة. أيمن تم اختياره بين الخمسة الأفضل في فرنسا في موسمه الأول في لا ليغ 1، والفضل في ذلك يعزه إلى انضباطه وتفانيه في التدريبات وكذلك لاحترامه لضوابط الاحتراف.